بدعوة من مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وبتنظيم من جمعية الكاريتاس الأردنية، أقيم في مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق قداس احتفالي على نية السلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع يوم السلام العالمي الذي يصادف في شهر أيلول من كل عام. وترأس القداس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بحضور عدد من المطارنة والأساقفة ولفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية والسيد وائل سليمان مدير الجمعية وأعضاء ومتطوعي الجمعية، وبمشاركة جوقة وكشافة المطرانية ومسؤولي جمعيات دينية وخيرية وعدد من الفعاليات الرعوية وجموع المؤمنين. وتحدث المطران جبارة في عظته عن يوم السلام العالمي ورسالة البابا فرانسيس للعيش من أجل السلام، مثنياً على رسالة الكاريتاس بنشر مفهوم السلام من خلال أعمال المحبة والرحمة التي تقوم بها تجاه كل محتاج. اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. فمنذ عام 1981 تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين الاحتفال باليوم العالمي للسلام. السلام أيها الأحبة هو من صلب حياتنا المسيحية، وأول دعوة سمعت يوم التجسد تقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. منذ آلاف السنين وهذه الأرض بحاجة، ونحن بحاجة أكثر فأكثر إلى هذا السلام. اليوم صلينا كلنا سوا مع المؤمنين، مع كاريتاس ومع الأساقفة في الأراضي المقدسة ومع الشعب المؤمن من أجل إحلال هذا السلام. كلنا منتأمل، كلنا منصلي من أجل هذه النية. والإنجيل بحد ذاته بيقول طوبى لفاعل السلام. صلى لحاله ما بتكفي نوعا ما، نحن بحاجة أنه نفعل من أجل السلام، بحاجة أنه نزيل البغضاء من قلوبنا، بحاجة أنه نزيل الحقد من قلوبنا، نزيل العداوة بين الشعوب، بين الأمم، بين الطوائف، بين الأديان المختلفة، حتى يحل السلام بطريقة عملية إلى جانب الصلاة اللي صليناها اليوم. شكراً لتيلي لوميير، شكراً لكل المؤمنين اللي شاركونا بهذه الصلاة الجميلة. أمين. استفدنا الكاريتاس الأردنية من اجتماعات مجلس الأساقف الكاثوليك للأراضي المقدسة حتى ندعو لصلاة من أجل السلام، اللي هي طبعاً أكيد كم من يوم بعد اليوم العالمي للسلام، واللي الكاريتاس من 3 سنوات ملتزمة مع قداسة البابا فرانسيس لنشر قيم وفكر السلام. فكنا استفدنا من هاي الفرصة أنه مجلس الأساقف عنده اجتماعاتهم بعمان حتى نعمل هذا القداس الرائع اللي رفعنا أكيد في كل الصلوات من أجل السلام بالعالم كله، بس بشكل خاص بالشرق الأوسط.